أنهت اللجان النوعية 25 بمجلس النواب انتخابات هيئات مكاتبها بناء على دعوة من رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، واستنادا إلى اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على تشكيل اللجان النوعية في بداية كل دور انعقاد. جلسة جديدة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي واصل خلالها أعمال الدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، حيث عقد المجلس جلسات إجرائية لإعادة تشكيل وانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة. وبمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصار 6 أكتوبر 1973، بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة للرئيس السيسي قائلا إن انتصار 6 أكتوبر من أعظم انتصارات مصر في تاريخها الحديث، والذي جسد أصالة وانتماء شعب مصر وقواته المسلحة لهذا الوطن، وأثبت للعالم أنه لا تهاون مع معتد ولا تفريط في حبة رمل من أرض مصر. وخلال الجلسة أعلن رئيس المجلس تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بدور الانعقاد الرابع، وذلك عقب تصويت أعضاء المجلس عن طريق الاقتراع السري على القوائم النهائية لتشكيل اللجان. وبموجب قانون اللائحة الداخلية تنتخب كل لجنة برلمانية في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. باسمكم جميعا وباسمي أتقدم بخالص التهنئة لجميع السادة الزملاء النواب الفائزين في انتخابات هيئات مكاتب اللجان، متمنيا للجميع مواصلة مسيرة النجاح التي بدأها المجلس منذ بداية الفصل التشريعي الحالي، سواء على مستوى التشريع أو الرقابة. وفي ختام الجلسة قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي رفع الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد يوم 15 أكتوبر الجاري وممارسة مهامه ودوره التشريعي والرقابي.